كده خالص دينايل، وبعدين يحصل الاكسبتنس بيجر اكسبتنس كده الطب والمريض، وبعدين الدخل هنحاول نصلح الحاجه. هنحاول نلغي القصه دي من المشاكل دي الموجوده. مرضين مثلا اشهر مرضين في الاطفال عندهم الاهتمام انجل سيرفاكتيفي والديزي او اسم سيرفا بيسكوتر، وان هم مش كارثه مش مصيبه، ازاي مش هنفصل بدري، ازاي نضبطه. احنا كان كم الاطفال كاندر جراد، بص حتى ايه انا برايمري كير بروفايدر، انا مش اللي هعامل بالتيست، انا اللي هنضبط وسط الحالات وانا بشتغل في عيادتي، ازاي انضبط حتى ايه في الجمهور، الجمهور بتاع كل كده اللي بعض الزملاء حتى كسان زي حد الجمهور ده بيتم ازاي؟ هو برضه ما كنتش سبيس ومجال هو موجود عنده ولازم فيه، بس ازاي نضبطه او مش هيحصل. هنتكلم عن الجهاز والجهاز. الحاجة المهمة السلوكية أو لازم نهتم بيها، إن إزاي الطفل عبارة عن كائن زي هنا كائن اجتماعي وعنده خبرات، إزاي الطفل سلوكه بيبان من الأول، وهنشوف من العلامات اللي هنتكلم عنها بتبقى متأخرة جدا في حالات الجسم، وبتبقى فيه علامات كتيرة جدا أوضح من الموضوع. هنتكلم عن العلامات اللي بتقول إن الطفل ده عنده سوشياليتي أو يعني احنا عندنا النورمال ديفلوبمنت، عارفين طبعا في جروس موتور في فاين موتور، كل ده عامل راس مش مهتم بيها، ده شغل ناس ثانيه وموجود كل ده. لكن يهمني اللانجوج والكوميونيكيشن، ازاي الطفل بيعمل اول كوميونيكيشن سو ايرلي اكتر مما بتتخيله. السوشياليتي ازاي الطفل بيتحول الى انسان سوشيال ويعبر عن السوشيال بتاعته بكل العلامات الجميله. طبعا اول حاجه في الكونتكست، الكونتكست دي مرتبطه بالغالبيه الاحتلال، وبتظهر استني مع الهو، وبعدين بتبتدي تبتدي مرتبطه بالبريمت زي البالمر جراس، البلانت جراس، السكروبنج ريفلكس، المورو ريفلكس او السكروبنج ريفلكس اللي هو الريفلكس الفضل. الطفل بيتخطط في المعنى الحرفي للكلمه، يعني هو مش بيتخطط كحركه بيعملها، لا هو فعلا اتفزع، بتحاول انت تعمل تشينج للبوزيشن بتاع الطفل من وضع الى وضع، او بتعمل له صوت عالي بيتخطط زي ما احنا بنتخطط بيعمل هايبر اكسبشن ابدكشن ستيرنج بلوك في الجميله دي، فول باي كونكشن ابدكشن كانه بيحمي نفسه. ده برضه احد العلامات السلوكيه. هنشوف بعد كده عن الشهر الطفل يبتدي يعمل ادب متساوي، الطفل على الشهر بيسمع الحاسه الاساسيه او الحاسه الاكيده اللي بيقعد الحاسه الاساسيه اللي بينزل فيها الانسان مكتمله هي السمع. البصر الطفل باول ما بينزل بيشوف ابيض يا نور يا ضلمه، وبعد شهر او اثنين فيه يشوف الملام بس على ابيض واسود كده ابيض معديه قدامه، بعد ثلاث شهور بيشوف التفاصيل وبالالوان. ده البصر. لكن السمع اول حاسه الطفل بيسمع بيستقبل بيه. اول ما الام الطفل بيكراي مثلا في الاوضه الثانيه خالص وماما بتنادي عليه باسمه، هو طبعا مش معقول عارف اسمه، بس هو سمع مامته، سمع صوت مامته قبل كده اكتر من مره، جسمه علامه ان هو في جزء هيرنج ادرك متساوي. وبعدين يبتدي كمان يبتدي عند اللي هو الاي اي الريجارد فيس، يبتدي يتامل في الوشوش منطق بصفين بالصدر، بدايه اللي هو الاي اي كونفرسيشن. وبيبقى في كمان الانفرنس سترايز اند سمايلز بط اثناء النوم، اللي هو نايم يبتسم ويضحك، بيحمل بقى نفسه لما بيحلم الملاكم الزمزمه يتدفى، يقول لك تنزل لك. في ناس تقول لك السؤال التقليدي اللي هيسالوه، طب هو ليه بيسرق؟ يعني بيحلم بيه كابوس، حد قلعه الخمر، حد سرق الدكتور بتاعته، بابا انتقل برضه راح يسرق حاجه، شاف حاجه في الحلم كانت تقوم بهذا الفزع فعلا. اللي هو بيقول لك ده بيتفزع، فبرضه بشيله واسكته واقعد اكلمه او غنيه وخلاص يا تعب، ولا ما تخافش. دي كلها علامات ان هو فيه سم سورت اوف بيهيفير اوف بيهيفير ليميت. تخيلوا ان الكراينج والسمايلنج اثناء الاستيب دي الطفل بتاع الاوتيزم حتى ما بيعملهاش، يقول لك ما فيش سوشيال سمايل، ده حتى وهو نايم ما بيضحكش، حتى وهو نايم ما بيتفزعش، نايم نوم اكنه مخدر، اكنه كوماتوز. ده مثلا شكله بتقولها الامهات كلهم هو الاطفال اللي عندهم اوتيزم. عندي سنتين عند شهرين يبتدي ذا موست امبورتنت فيزيكال ساين في حياه الطفل السوشيال رياكتيف سمايل، الابتسامه الجميله بتحصل عند حوالي 40 يوم عند شهرين. لو اتاخرت عن ثلاث شهور الطفل ده اضطر يقتل بروف الاذر واي. تخيلوا الحاجه البسيطه خالص اللي هي السوشيال مش بسيطه، السوشيال رياكتيف سمايل
ليه بقى؟ لمعناها ان في جود افرنج هيزيها زي اي ريفلكس او اي ريسبونس. لازم له ستيمولس، له افرنج، له سنتر، له افرنج، له ريسبوندر. الستيمولس هو الطفل ده شايف قدامه حد بيلعبه او بيتكسر في وشه، الافرنج اللي هو الاوبتيك نيرف سليم، السنتر اللي هو البرين سليم، في كمان ريتريفيال ميموري حاجه اسمها ذاكره استرجاعيه بيسترجع كده. انا شفت الخلقه دي قبل كده، الست دي ليل ونهار عماله تلعب فيا وتدلعني وتتكلم وتشربني وتعمل قرابوزه عشان تضحكني، يرد عليها باجمل حاجه في الدنيا اللي هي السلم عند بينه. تخيلوا بقى الطفل ده بتاع الاوتيزم مثلا، مفيش سوشيال سمارت، الواد بقى عنده سنتين ومامته تقول لك انا ما عيني ما جاش بعينيه، دي الاي اي كنت بتفشل بتحصل عند شهر، ده ما تحكليش ولا مره، او بيضحك ساعات كده مع نفسه، او ساعات يضحك مره كده لما جبت له اكل، وبعدين تاني مره لما جبت له ما تحكيش بقى، وقعدت لعبت بقى ده عمليه هتفتح اهو، لا ده هو الطفل استجاب هنا المام كان جعان، استجاب للموقف نفسه مش بقى اكل قدامه، بس نسي بعد كده اللي حصل. دي مشكله الاوتيزم ما يقدرش يخزن المعلومات اللي احنا هنشوفها بعد كده نتكلم عنها. وبعدين الريكوجنايز باي كون نبتدي اول كونفرسيشن بعدين كون اللي هي المناجاه يعمل اصوات المناجاه دي حتى يعملها مع مامته وهو شايفها او هي مش موجوده ممكن يناجي نفسه كده يكلم نفسه يحاول يلفت الانتباه يبص في السقف متخيل ان لو عمل كده حد هيسمع صوته. ودي بيسموها الكوين اللي هي المناجاه. في حاجه كمان اسمها الكوين فاهم بس الحرف البومينج اللي هو يا دكتور يا دكاتره اللي عايز يتكلم يطلع بقى عندك الاسبوع فيه 7 ايام وشهر 30 يوم واليوم 24 ساعه تتكلموا بس انا مش فيه عشان تتكلموا تتكلموا كتير شباب مصر بيتكلموا كتير قوي واحنا بنتكلم كتير برضه بس بنتكلم في المحاضره يعني البومينج اللي هو التهلهل تهلهل تهلل تهلل حاجتين برضه التهلل انت بتشوف واحد كده وحش قوي زي تقول سنه كده بتشوفه يا حبيبي يا اهلا وسهلا ايه يا عم نورت هنا احنا في وشك الارض رمل هو ده التهلل. الطفل برضه بيشوف مامته بقى له مثلا ساعه بيسلك وبقى ساعه بيسلك ما عضلتوش اول ما شفته يديها اصوات الفرحه اللي هو ده برضه بيحصل عند الشهرين ده كل الحاجات دي سو ايرلي دي ريسيرش يعني تخيل بقى ام طفلها بعد ما عدى 40 يوم الاولانيين كلهم طبعا بيبقى مغص وبيرجع وبيسهر وبيصرخ ومش عارف ترضعه والجرح شدد عليه فجاه كده عند 40 وبدا يتحلل يقول لك لا ده الخير ده يستاهل بقى ده الموضوع يستاهل يعني المنظر ده فعلا بتبقى رد فعل جميل جدا وبيكمل الطفل في السكه دي عند 3 شهور يبتدي مونرنج سيبلون زور يبتدي كده يلاقي يتامل ايه اللي بتستقبل يلاقي مثلا مروحه بتبص كده يبص لها ويضحك الام تقول لك ده ولاد اهبل ولا ايه؟ لا ده هو متخيل ان المروحه دي باباه فوق في السقف بيلففها له عشان يلعب يعني. الطفل هنا خياله مهوش فاهم. يعني انت اول ما شفنا الموبايلات دي كنا ايه الاختراع العجيب ده؟ هو نفس كده هو واندرنج دايما عنده راسه تمرينه الايه؟ يلاقي مثلا واحد لابس نظاره يهون ياخدها من ايده. 4 شهور يبقى بور جوينج يبتدي يسبورت ونسيت ويحاول يقف بقى يشد كده ويحاول يغير الفيو كل النهار وشه في المرتبه او في البدايه او في وش مامته لا عايز يتامل المنطقه اللي حواليه. عند 3 شهور يضحك بصوت عالي يبقى لوكينج اراوند واندرنج اميزنج ستيرنج لوك. 6 شهور ياخد باله من الاغراض يا اما يقابل الغريب ده بابتسامه وسعاده يا اما ممكن يكون دافع عليه عمق شويه ويتفزع ويصاب بالبروتاين او الفيوزا. 9 شهور يكمل بقى التدريب لما قلنا الكوميونيكيشن بربر بتاع ده كوينج المناغاه والجوينج لا يبتدي يدخل محادثه شبه كامل بربر ما 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 ده الاصوات دي مش في اطفال بيبقى ريتاردد ومش هيتكلم طول عمره بس بيقول بربر ما ما ده لانها مش فوكابلري از نوت فوكابلري مش طالعه من الفوكال كورد هي عباره عن جيتس اوف اير اجينست ليبس ليبس اللي هي الشمبون يعني بطه منطق ده اصواتها من الاكسبايرد اير عشان كده ديت على مستوى لغات العالم كلها انترناشونال بقت خلاص بابا يساوي فازر ماما يساوي مازر ده يساوي دادي او كده هم اللي خدوا اللغه اللغات هي اللي خدت الكلمات دي من الاطفال مش العكس يعني يجي لك طفل يقول لك مثلا اريد ان نخرج من هذه الغرفه يا ابي الواد ده كلمة ابوه قال له بابا ما تقولش بابا وماما دي لغه الفرنجه الكفار ما يقولهاش لا ده هي لغه الاطفال يعني بابا وماما مش عيب يعني حرام فخلوها ايه؟ بتبقى جميله جدا بس نون سبيسيفيك يعني ممكن يشوف بابا يقول له ماما الاب زعلان طب الواد بيغيرها بعد كده بيصلحها ازاي؟ بالخبره لما قال بابا 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 وهو ما عبروش او زعل قال لا
بس لما قصدي لما قال ماما ماما زعل اما اقول له بابا انبسط الطفل يبتدي بعد كده يقولها في الخطوه اللي بعد كده يقولها ايه؟ سبيسيفيك ادراك من حواليه إيه وين بيضان؟ تخيل كلمه مثلا واحد بيتسلم عليه او بتقول له بتشاور له السلام عليكم ما بيردش عليه يعني قصدي علامة السوشيال دي قوية جدا يبتدي يأكل نفسه في يبتدي علامات استقلالية يحاول بقى ياكل يمد ايده على حاجة وياكلها. عند سنة بيقول كلمتين إلى أربعة ويبتدي يقول بابا وماما سبيسيفيك بيحدد من احتياجاته بقى عاوز آكل عاوز أشرب. لو بتاع الأوتيزم مثلا بيبقى جعان هيموت من الجوع مش ما بيقولش بس الأم تقول لك أنا أكلته لقيته ساعات كده لما يكون جعان قوي تروح ناحيه الثلاجه تخبط راسه في الثلاجه مثلا بقى له ساعه تخبط راسه فهمت انه جعان ممكن لكن هو ما يقدرش يحدد لكن الطفل هنا يقول اكل اشرب كلمه او كلمتين في الغالب اللي هي الاحتياجات بتاعته. عند سنه وثلاث شهور يبتدي يزود الكلمات شويه اسمع الكلام اسكت نام تلاقي الطفل حتى بيريح دماغه مع مامته العنيفه ديت وبيقول له نام بقى انت زهقتني تروح مغمض يعني كده نام عشان يريحه يسمع الاوامر وينفذها ويقلد الاصوات يلاقيك بقى بتستخدم السايد لانجوج وعمال تشوح ايدك وتعمل يمين وشمال يحاول يقلد زيك يعني كل حاجه. عند سنه ونص يقول كلمات اكتر ويحدد اجزاء جسمه وهكذا. الطفل عند سنتين اللي هم 24 شهر عشان يحفظها بيقول عنده 24 كلمه. شوف زياده حلوه قوي 24 كلمه يقدر انت لو اديتك 24 كلمه وقلت لك اعمل لي منهم قصيده واعمل لي منهم قصه ممكن حلوين و50% منهم مفهومين، لما كنا بنتكلم عن قامت عند عمه حامل مثلا، خالد حامل. الام ترجم لك، هي فاهمه الكلام ده، وبتقول ايه وهكذا، ويقدر يحدد يستخدم البلو فيرب اي دي جي اند سو اون. عن ثلاث سنين الموضوع هيزيد بقوا كام كلمه؟ 2000 كلمه، هي متواليه هندسيه. ثلاث سنين بيكون حوالي 2000 كلمه، طب اربع سنين في الحياه هيقول كام كلمه؟ 4000 مثلا؟ 10000؟ لا unlimited number اربع سنين. تخيلوا انت لو رحتوا المكتبة اي مكتبه وكم كلمه مكتوبه في الكتب وكم حرف مكتوب باللغه العربيه اللي هي 28 حرف عدد لا نهائي. فالطفل بالحصيله اللغويه الطفل عند اربع سنين دي بنسميه the best of childhood era يقدر يعد اربع حاجات مرتبطه ببعضها. قول لي مثلا ايام الاسبوع ممكن يقول لك اربع ايام منهم يقول ارقام يرسم يقدر يتعلم. بنقول the best of childhood era عنده فول كوهيرنت انتليجنت سبيتش راجع من الحضانه تلاقي تقول انت عملت ايه تسالها انت عملت ايه في الحضانه تقعد تحكي لها قصه وترجعها انها تبطل ضحك من كتب الحكايه مجنون والمس مش عارف تكلم بس مش عارف تكلمها وتسلمني مع بابا مش عارف بابا يا بنتي والام عايزين 200 جنيه عشان نعمل حتى الاسر وتصوروا على حسابنا. الطفل هنا البيست اوف تشايلد هود اير اربع سنين اذا ما كانش عارفين فل شمع منوره هناخد كلمه فل ديت اللي هي فل بقى فل بلادر اند باور كنترول فل ماسكر اكتيفيتي فل سوشياليتي فل ليرنينج فل كوهيرنت انتليجنت يعني ايه كوهيرنت؟ كلام مترابط الطفل يتكلم احسن من اي مذيع ولا بيقف الكلام ويجيب كلمات جميله ويبقى مستغرب كام كلام جميل. ده الطفل اللي عنده اربع الى خمس سنين يقدر بقى يلبس نفسه في السوق. طبعا ده مركز جدا يعني طبعا ده تحل شويه للبيلز لكن برضه البيلز عندنا شاطرين ان شاء الله. الاطفال المصريين احنا عندنا طبعا عندنا شويه ناس كده ايه شكليين يقول لك ايه الطفل المصري ده اذكى من العالم زي ما تعرفش ولا عمل اختبارات ولا اتنيل على عينه بس واحد تاني بقى اللي هم الجماعه بتوع الدكتور مصر الطفل المصري اغبى طفل في العالم وبعدين في بوركينا فاسو كده الطفل البوركيني اذكى طفل في العالم. كل الكلام ده ملوش اي اساس لازم يتعمل اختبارات واختبارات ذكاء. مين بيبقى عامل اختبار ذكاء؟ بعمل له اختبار ذكاء في اي مرحله من مراحل العمر. الاي كيو اللي مش الاي كيو بتاع النت ده طبعا كلنا جينيوس الويبسر قصدي والاسم بس ما فيش. احنا بنطلب بس من المدارس انهم يعملوا اختبارات الذكاء. كل مشكله البيهيفيرال بيجاتكس ان احنا بنتكلم عن الامراض والاوتيزم اخطر سيكتور مهمل اللي جبت التالنت والشغل. عندنا اطفال موهوبين الى حد بيدفعوا الثمن غالي في وجودهم في مجتمع بيحرمهم من كل الكلام ده. وبناء على اساس غريب اقتصاديا مثلا الطفل مثلا ذكي جدا وممكن يتخطى سنه يقول لك لا ممنوع كان زمان ينطط سنه كده الكلام ده مش موجود. عايز يخش مدرسه خاصه للغات الولد عنده موهبه رهيبه مدرسه كلاسيك كل الكلام ده بيتحرم منه. لكن لحسن حظ الاطفال المصريين لحد 6 سنين متدلعين حتى على مستوى الناس البسطاء
اول ما حد هيبدا عياده مهما كان كشفه 100 جنيه 200 جنيه دول 100 جنيه هتلاقي واحد بيجي لك في الشهر اربع خمس مرات لاولاده بتاع تستغرب هو بيجيب فلوس دي منين؟ كشف وعاده وفلوس وادويه وانفستيجيشن ممكن تلاقي هدومه اي كلام بس هو بيصرف على اولاده وحريص جدا على اول ما بيسلمهم بقى للمجتمع التاني ده هو ده اللي بيبوظهم. علشان نعرف الطب ده سيف اور نوت حتى احنا نفسنا هو عشان نعرف احنا كويسين سوشيال منتال ستيبل في 10 حاجات هنستخدمهم ندرس دي مش من تاليف ولا اختراع دي اسمه تن ادابت سوشيال بيهيفير فور اول ايجن اول منتال اند سايكاتريك ديسوردر اند ايفن نورمز حسب الدايجنوستيك مانوال بالنسبه رقم 5 الكوميونيكيشن السيلف كير الروم انتوا تراجعوا على نفسكم كده زي ما احنا كنا بنحكي النهارده يقول لك الله انا بقيت نسيت صلاه العشاء ونسيت البدل بقى صليت ونسيت المغرب كمان انت قاصد بقى لا طبعا تشوف النهارده كنت عصبي قوي مع العينين في زبونه كده زعقت لها ممكن تيجي المره الجايه احاول اصلح وهكذا تشوف نفسك كده في اخر اليوم او انت بقى اللي تروحوا ان شاء الله ال 10 حاجات دول اثنين فيما فوق ديستربت فور مور ذان 6 مانثس يو ار سفرينج حاجتين من ال 10 دول بايظين عندك يبقى انت عندك سام سورت مش لازم تكون اوتيزم ولا اتنشن ديفيسيت ممكن ديبريشن ممكن شيزوفرينيا مش لازم تكون ديبريشن ممكن تكون اللي هو بيسموه الاكستريم سادنس او الفوبيا او الانكزايتي او الشيزوفرينيا اند سو اون ال 10 هم ايه؟ هم الكوميونيكيشن السيلف كير الهوم ليفنج السوشيال سكيل الكوميونيتي بوليس السيلف دايركشن الهيلث هايجين اكسيتي الطب بيكون من المرضى اربع سنين ده الواد مش فاهم الارض ده بيقول لك ايه مدرسه المدرسه الزباله ومدرسه بيئه والعيال كلهم مدرسين معفنين وقاعدين طول النهار يشربوا سجاير ويقولوا نكت قبيحه انا عايز اسيب المدرسه دي اسمع كلام بص تاني يوم المدرسه بقول لك اللي قالوا ده من الطفل ناقشوا مع المدير وقالوا في المكان ده بتاع حطه في مكان هيقرب لك ابنك عن السيطره بتاعتك هيكبر يخش بري ادرسنس هيبقى طفل مراهق وبعد كده يبقى قضى اللي بوظوا المدرسه اللي انت اهملت الكلام لا طفله ثانيه تقول لك لا ده انا بابا في استاذ عندي بيحبني قوي كل شويه يقول ايه كتفك الجميل ده بيقعد يعمل لي كده على شعرك استاذ نروح يروح حط له تعالى وبيكون هارسمنت طبعا ممكن يكون في مبالغه من الاخطاء بس انا اقصد اللي بيحصل في المدرسه كل يوم بياخد نص ساعه من وقتنا السمين ده السمين بالتاء مش بالسين الناس اللي وقتها طول النهار قاعد بيتفرج على الماتش وعلى لا اسمها ايه الناس اللي بيقعدوا بعد الماتش ده التحليل والحكام ويقعد على القهوه من 7 8 ساعات نص ساعه قبل تشوف ايه اللي بيحصل في المدرسه الهيجين السيف الطفل النورمال الهيلثي اللي ما عندوش مشاكل يجي لك ايه لابس نظاره لابس كده منظيف وجاي لك حاطط بيرفيوم مهتم بنفسه ده الطفل النورمال ده طفل انجلي طبعا احنا قلنا ايه العشره هم فانكشن اكاديميك فجاه الطفل او البنوته ديت السكور بتاعها في المدرسه نزل جدا كانت بتطلع من الاوائل فجاه السنه مش عايز تخش امتحانات معلش بتذاكر والسكور بتاعها انهار ده يطلع ايه ممكن تكون بتعرض لبولينج تنمر تعرض لمعامله مهينه في المدرسه تخيل البنت دي المعززه المكرمه في البيت دلوعه باباها دي في المدرسه المدرس بيضربها بالقلم على وش قصاص زميلاتها طبعا الحاجات دي ممكن ياخدها ببساطه لا ده ممكن حاجه حاسه زي كده تدخل طفل ديبريشن في اطفال يعني التشايلد هود ديبريشن والتشايلد هود انكزايتي مور كومن عن الاوتيزم بس احنا طبعا ما بنهتمش بالحاجات الا اذا كنا الاعلام بيركز عليها او حد بيسمعها لنا نشوف طبعا الاختبارات كتير بقى زي ما قلنا ادينا برضه كيلومتر سكيل باي سكيل بس مش هنخلص منها مش هنزود فيها البريل في جزء خاص بالبيهيفير والايموشن اهوت وجزء خاص بالسبيتش الاجزاء دي كلها مع بعضها هي اللي بتعمل لنا المشاكل اتز ابريل فيجن الاول دايما مشكلتنا ذا بروبلم يو ديفايس لو انت مثلا شخصت طفل احنا برضو زي ما بيقولوا البلاط الساعد يعني ما جالكش مثلا الطفل عندك في العياده وانت شايف ان دي ديفلوبمنتال ديلي تقول له لا ده الطفل عنده تخلف عقلي يا دكتور تخلف عقلي ايه؟ ده انت اللي عندك ممكن يقول لك كده يعني ده انت اللي عندك تخلف عقلي للاسف هو كلام ممكن يطلع صح احنا بنقول دايما قبل اربع سنين ما تقولش كلمه منتال تاديشن وهي عادش معلش موجوده برضه في اوروبا وغير المتقدمه ما فيش كلمه منتال تاديشن بيقولوا ده من ديسابيلتي احنا حتى قبل في النظام القديم حتى في الدول اللي مش متقدمه زينا بنقول ديفلوبمنتال ديلي لان فعلا في طفل تلاقيه متاخر في حاجه اسمها ليت توكر سندروم طفل قاعد اربع سنين حتى بتكلم وفي اطفال عندهم ديفلوبمنتال ديلي في عند اربع خمس سنين بقى ودخل المدرسه تفاجئ لا ده اشرح يبقى كلام
الكلام الدكتور اللي قاله استعجل في الكلام، ما تقولش كلمه من ريتارديشن، شوف اذا كان في ديفلوبمنتال ديلي، اذا كان في علامات زي ما هنشوف. المهم في الاخر رد فعل الاهالي ما يصدمكش، اللي هو الدينايل، مش معنى ان هو انكر كده تقول طب خلاص يا عم انت مش مقتنع بكلامي. زي ما انت مثلا واحد يقول لك ايه مثلا الواد ده بيزرق وعنده حاجه في القلب وانت متاكد ما فيش حاجه في القلب، يعمل له ايه؟ ايه المشكله؟ هو مش هيطمن لك كده؟ يطمنك يا باشا، ايه المشكله؟ لكن مثلا واحد يقول لك ابني لا ما عندوش اتنشن ديفيسيت، ما تقولوش خلاص، طب قول له طب روح لفلان الفلاني ده يا سيدي اخصائي نفسيه اطفال او اخصائي عصبيه ونفسيه حتى كبار، روح له. هو هيقول لك اه او لا، والتاني ممكن يبعت له واحد خبير بقى يعمل ايه؟ دايما بيقولوا ايه؟ اسك ذا اكسبرت، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. روح بقى لواحد خبير هيعمل لك الاختبارات دي. ابنك طلع عنده اتنشن ديفيسيت، ابتدي بقى عنده. فالمشكله اذا كنت بتنكر وجود مشكله مش هتتحل. ذا بروبلم يو ديناي اتس اكزيستنت يو ويل سفر اكسبرت بيرزيستنت. وقضيتنا ان الطفل ما يبقاش بس هيلثي، الاطفال هم مصدر سعاده طبعا للاهل وللناس الموجودين. لو دخلنا طفلين ثلاثه زرار هسيب المحاضره واقعد نهزر معاهم، الطفل من حقه يبقى سعيد مش بس هيلثي. فعشان كده الاطفال اللي بيعانوا من المعامله السيئه والبولينج والتشايلد ابيوز بيجيلهم ديبريشن، وكمان ما يهمناش بس الامراض دي، انا بقولها مش لازم طبعا عشان امتحانات، بقولها علشان لما تخرجوا ان شاء الله دوروا على الاطفال دول الجيفتد والتالنتد تشيلدرن، هم دول الاهم من كمان لمجتمعنا. وهنفاجئ ان الاطفال بيعملوا كل اول حاجه بيعملها في حياته فيه. اول حاجه بيعملها البني ادم في حياته ايه؟ كراين صح؟ او الولد هو في حاجه كراين سمايل، الطفل بيضحك وهو نايم حتى بيضحك هو انتر كراين في 3 دايمنشن الترا ساوند الامهات، في فيديوهات كتيره جدا الطفل جوه عمال يحلم ويضحك هو لسه جوه اهله، بس دي بره مش معقوله جوه بقى، مش معقوله في بتاع دي جوه. الابيديميولوجيك ستادي احنا مشكلتنا في مصر طبعا بنكره التفاصيل. اشهر كلمه مصريه يقول لك يا عم امهات للاخر، يا عم ديت لما تبقى ماشي في اي شارع في غابات افريقيا تسمع كلمه يا عم تعرف ان في مصري هناك، يا عم امهات للاخر يعني هي مشكله ولا مش مشكله بقى ما توجعش دماغنا، انت عارف المصريين بقى طريقه اللمبه الجميله دي. المهم في الاخر ان واحد من كل 10 اطفال عنده مشكله نفسيه من اول بقى اتنشن ديبوزيت شيزوفرينيا اوتيزم اند سو اون. جبت القلم اهو عشان الاقي حلمات. مثلا شايفين الطفل ده؟ ده طفل لسه جديد البيبي، شوف مكتئب ازاي؟ احنا بنشوفه كده تلاقي الطفل داخل مكتئب يعني، وكان الاول بيخش يهزر ويلعب ويهزر معاك بعكسك، يطلع جده مات مثلا، يطلع حصل ديفورس، يطلع مثلا حد عيان في البيت او 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 دي. وسلام بقى لما يكون مثلا الاب ده عنده 4 بنات او 3 بنات وجاله ولد. نابليون بقى جاب وريش العرش، بقى البنات دي هزقهم يعاملوا معامله زي الزفت، وكانت في واحده دلعته وكان بيت لا شو ده؟ انتوا بتمسكوه كده ليه؟ هتعوروه؟ ابتدوا يديروا منه يزعلوا من المعامله، بالذات بقى لو فيها ضربه او كده. شايفين الطفل ده بيعمل ايه بعد كده؟ هو طبعا دي نوفر قوي دي ممثله يعني، هو بيقول لك انا بلعبها وهي كمان ايه؟ خليها بتموت دي يوم انا بس بلعب مع اختي يعني. هو طبعا زي ما قلنا مفيش من الاسف ما عندناش ارقام يعني، انا مثلا رسائل في البلاش مع بعض رسائل عايز اشوف في المدارس يبقى لغيتها خالص من الرسائل، نروح الطالب الزرقاء او الطالب المدرسه اللي هو رايحها الناس واقفين على الدور مش عايزين يدخلوه اصلا، فيقابل المدير تعمل احصائيات على الاوتيزم مش ناقصين مشاكل، لا معلش هات يا اما توكيل الوزاره نجيب له انه كده ظهر، لا ما انا عايز امضه الوزير، ناقص عايز امضه السيسي، مش ليه؟ عندنا الحاجات دي مفيش احصائيات، مفيش ارقام، معظم ارقامنا واحصائياتنا للاسف انترناشونال، يقول لك لا انتشار الاوتيزم كذا 1 إلى 2%، طب في مصر كده؟ للاسف الاكل يعني عايز اقول ان هو مور كومن الامراض دي اللي هي ديسوردر في الاطفال مور كومن عن الروماتيك فيفر، على عيننا وراسنا الروماتيك فيفر مور كومن عن الفوكسوم سندروم والنكرايتس وحتى الدايبيتس والمالينس، لكنها كومن جدا. السؤال التقليدي اللي هو بتساله اشمعنى ابني اللي جاب هو جينيك؟ جينيتكس اند جينيتكس اند جينيتكس، العوامل الخارجيه بتضيف بتزود بتقلل. يعني الطفل اللي اتولد ما عندوش اوتيزم مش هيجي له اوتيزم، لا لو رميته لوحده في الغابه في الشارع كده لوحده هيتصدم. شوف اثار الشوارع بيبقى عادي متخلصه مقطعه زي ما بيقولوا وماشي بالحديد وبيشتغل وبيبقى بلطجي تمام 100%. لكن الاطفال اللي عنده اوتيزم والله لو جبت له مين بالذي هو هيبقى ايزوليت وهيبقى بنظر ده. فالجينيتك اليمنت بتخش عوامل خارجيه بتزودها زي الجانك فودز او الفاست فودز
بنستثني بيكرز طبعا، عارفين بيكرز مش اللي هو بكري يعني، بيكرز دي المخبوزات المولكول البسكوتات ماشي. الماس ميديا افكت حد ده ورا حدث دي عايزه محاضره لوحدها يعني. انا عامل الماس ميديا والسوشيال ميديا تاثيرها على الاطفال رهيب جدا. دلوقتي لما بنشوف طفل بيقعد 10 ساعات ماسك الموبايل وبيتكلم في ايده وبيتفرج على بيتفرج على بريئه كل حاجه ما قلناش حاجه، بس بعدين بتقلب الدنيا حاجه ثانيه. وغير كده تلاقي يعني انا اصلا ما بينامش، ده طفل 7 8 سنين. شوف بقى الافلام بقى بتاعت اسمه يوسف خالد يوسف والسوفيكي والناس ديت خلاص مش محتاج نقاش. بيحصل ديس اوف ترافلنج اوف وان اوف بيرنس اوف جراند بيرنس فجاه كده الجد، عارفين طبعا المثل المصري الجميل يقول لك ايه؟ عايز الولد ولد الولد. مين اللي بيربي الاطفال دلوقتي؟ الجدات والجدود والاب والام. الاب شغال على 4 5 شغلانات والام مدرسه، وبعد باقي اليوم بيتفرج على مسلسل ام العروسه ومسلسل التركيه. مفيش وقت للاطفال، مين اللي بيربي؟ وده لحسن الحظ يعني. مرض الاوتيزم ده مثلا في العالم كله 21%، لا مصر عمره ما يعدي 1%، عشان جدتنا، عشان كل بيوتنا في شقه اللي فيها الاب الجد والجده. دي بقى المرضع بتاع الاطفال اللي بياخدوا راحتهم، دي الحضانه السبيشال بتاعتهم، طول النهار يلعبوا مع بعض. وحتى الام بتقول لك هم اللي بياكلوهم، صح؟ دي لحسن حظ. عشان كده الاوتيزم بره منتشر ليه؟ عندهم مشكله كوميديه قوي اسمها سنجل ماذر. تلاقي واحده منهم فخوره تقول لك انا سنجل ماذر، فخوره قوي مش عارف ابو مين او مين يعني، بس هي عايزه طفل خلاص تربيه ان شاء الله يا رب تبناه. يعني معظم المهاجرين السوريين المانيا مرحبا بيهم ليه؟ يقول هات يا عم تبنى عايزين. وعارف كده شكلهم شغل حلوين زيهم شبه الالمان ومال ما بيحبوا، ما فيش اسره خلاص هم بيفقروا يعني. لكن هنا الاطفال المصريين فاضيين حقهم على الاقل لحد 6 سنين لحد ما نبعتهم للمدرسه. المرض بالسستين طبعا التروما، مش هنقول بقى الاطفال في سوريا والعراق والناس تقعد تقلص علينا، لا فعلا الناس في سوريا والعراق وفي ليبيا وفي اليمن متبهدلين بسبب ايه؟ والله ما عارف مين بيموت مين يعني، بس مش مشكله. لكن الاطفال هم اللي بتعرف تعمل الفروق. احنا هنا في مصر عندنا الشايلد ابيوز ترافيكينج البولينج اللي هو التنمر، عندنا كمان السيفير ستريسفول. تخيل طفل حضانه يقول لك عنده امتحانات وكنترول ونتيجه وبتاع، وطبعا الامهات المصريات والاباء المصريات الواد لو ما طلعش الاول تبقى منساه يعني، لازم الناس كلها تطلع الاول. طب ما بيريحوه يبقى الاول والاول مبرر والاول مبرر. كل الناس تتبسط يعني. انا ما حدش جاب 99.9% تكاشف. حد في الكليات يعني كنت مره واحده ببص عليها والله في الامتحانات وجابت امتياز، فلقيتها في الفرصه دي قلت لها مش كل حاجه تجيب لي هديه كمان ازازه بطانه ولا حاجه. بس على فكره يا دكتور انا الامتياز بتاعتي في اول الامتياز انا مش عارف ايه اللي حصل ليه كده؟ مش عارف ايه؟ مش حضرتك تبص عليا؟ يعني جايب مثلا ايه 84.5 طب 85% 85.5%، فزعلانه جدا يعني. ما ده التفكير اللي في دماغ الناس. وحتى لو بالغش، حتى لو هي بتتكلم ايه ده بص عليها يعني واخدها 20 30 درجه مثلا زياده يعني، بس برضه مش كبير. وهكذا دي ستريس اللي بتحط فيه الاطفال ديفلوبمنتال ديس اوردر ناشونال فاميلي سبورت ديس اوردر. شوف بقى كل المثالين عشان ما نضيعش وقتكم. عندنا مرضين اشهر مرضين وفعلا هم اهم مرضين هاخد الاهتمام، لان عندنا مشكله عندنا دايما تعاملنا يا اما اوفر ايفالويشن او اوفر استيميشن يا اما اندر استيميشن. اول ما واحد يسمع في برنامج التلفزيوني او في محاضره كبريتين على اتيشن ديفيسيت او على الاوتيزم كل طفل يشوف بيلعب شويه كده ده اتيشن ديفيسيت. وللاسف في ناس بتعمل كده بيعملها زي وان مان شو كده، يقعد حاطط رجله عليه 5 دقايق الواد ده مسك بتاع الموبايل لعب فيه وبعدين وقع الكتاب ده وقع مش عارف ايه، لا ده اتيشن ديفيسيت. خد يا اما الاسبريدون او ريتالين والواد ابنكم قاعدين من الاسف فاشل شغلوه. طبعا لا احنا عندنا مشكله الاوفر دايجنوز والاندر دايجنوز. كان ثم تحت اسماء كتير قبل كده ديشن ديفيسيت وكان من الريتس فانكشن كل الكلام ده مش قضيتنا. وكان بيسمى هايبر كاينيتك تشايلد سيندروم، بس دخل معاه الاتنشن. هو ما زال هايبر كاينيتك الطفل الشقي اوفر. هنشوف الكاركتيريا نشخص، بس اهم حاجه عشان نشخص الهدف الطفل الشقي ده. الطفل الطبيعي بيبقى عنده هدف الشقاوه يعني، هو مش عايز ايه؟ عايز يعمل ايه؟ عاد بقى لعبه، عاد بقى موبايل، عاد بقى حاجه عايز ياخدها، لكن الطفل مش عارف بيعمل ايه؟ هو مش عارف خلاص لله في لله كده، وبيبقى مثلا يجي يطلع على الكرسي ده يقع من عليه دراعه واتكسر ويقعدوا يجبسوه وحس بالالم الرهيب وكانت ماساه وراح المستشفى، ثاني يوم تلاقيه عمل نفس الحركه ودراعه كله اتكسر. ما عندوش ادراك للخطوره وما عندوش هدف من الشقاوه دي. المهم قوي الهدف. وبعدين التاثير على السوشيال، تاثير تلاقي الولد اللي المريض ده كل الناس كل شويه يبعت له تعالى يا عم فضل
بوظناها بحيث كل النهار قاعد يتكلم في الموبايل ويتكلم مع صاحبه ويلعب ما تحددت له اثناء المحاضره وقاعد يلعب في شعره ويفلي شعره ومضيع لنا المحاضره يلعب في مكينه طبعا ايه الكلام؟ تبص تلاقي الشكوى متكرره مش شاب شقي شخطه فيه لما رجع البيت بابا قال له ايه كده انا قعدت في المدرسه وهشغلك معناه البيت اللي تحت بتاع الميكانيك ده طالما انت كده فعليك تودي الزباله اللي تشيل الزباله بتاعت البيت توديها وتروح تجيب خضار مع السوق الطفل خلاص يتربى ده طفل طبيعي وهكذا يبقى انت هنا في علامات كلها الطفل الغير طبيعي الاديشن ديفيس ده ما فيش سيطره يعني على نفسه هو عنده حاجه اسمها امبالسيف كلها على فكره الامراض النفسيه كده العنصر الرئيسي فيها الامبالسيف انت مالكش سيطره على البريم بتاعه هو اللي خلاك ديبريس يعني الناس اللي عندهم انديشنال ديبريشن الديبريشن اللي هو الكونجيت ده واحد قاعد في فيلا في التجمع ومتجوز ملك الجمال وبيروح بالجلاير العربيه مثلا في الديلز بتاعه يبقى النهارده بتاع سي ام بتاع مرسيدس وناجح جدا وفلوس بتجيله من لا شيء وفجاه يخش في الديبريشن وينتحر في الاخر هو ده اندوجينس ديبريشن مفيش سيطره له على البرين ايه اللي يخلي واحد ديبريس يلاقي عربيه معديه يروح يعمل نفسه قدامه الهاتف اللي جاله نفس الكلام في الامراض المرضيه دي الاتنشن ديفيسيت والاوتيزم عشان اشخص الاوتيزم انا زي ما قلت في اول المحاضره احنا مش اكسبرت في تشخيص الاوتيزم احنا برايمري كير بروفايد انا جيت الطفل بيتوح وبيسهر وبيرجع وعشان ايه والام عماله تيجي بقالها سنه وسنتين عماله ترمي لك كل مره كلمتين شكوى كده وانت ولا تعبرت سيب الكلام ده كل الاطفال كده ده استنى بقى شوف ايه الموضوع بقى شوف الدوميز يعني ايه 3 ميجر جروب اوف سينز اند سيمبتومز هتعملوا انت عارفين الكورس ده اسمه ايه تترا دول سيل اربع نقول لو في واحده منهم مكسوره ممكن نقعد عليه نستخدمه ده اربعه ده ممكن لكن لو ثلاثه ما ينفعش نفس الكلام لو الطفل عنده ايه اتنشن هايبر اكتيفيتي ما عندوش امباسيفيتي بيتحكم في الاتنشن بتاعه بيتحكم في الهايبر اكتيفيتي بتاعته ده نورمال الطفل ما عنده الاثنين دول ما عنده امباسيفيتي يبقى اب نورمال تمام يعني مقصود ايه بالامباسيفيتي هي از اوبلايد تو دو سو مجبر ان يعمل كده قوة لا إرادية مخه مش تحت سيطرته مخه هو اللي بيقول له اعمل شقة قوم اعمل كذا تيجي تسأله سؤال مثلا تقول له أيام الأسبوع إيه؟ هو حافظ مسافة حد اتنين فجأة يجي له هدف في المخ يقول له إيه؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أنت بتضحك فعلا الطفل ده تقعد معاه دقيقتين تضحك وتنبسط خمس دقايق هتتضرب هو عايز تطلع بيك لأنه فعلا الأهل بقى عايشين في القصة دي منهار كل تصرفاته حتى الناس تقول لك إيه؟ ده الواد ده مطيور مش مطلوب ام اي تي يو ار اي بالعكس ده جميل مطلوب على راسيه ايه؟ الطير اكن الطير عارفين كان زمان ما يحبوا يعلموا واحد يكفوه ويسيبوا الطيور تاكل تنقر في مخه فالواد ده اكن على راسه الطير يعني مجنون المهم المثلث ده ترايات ده ان اتنشن هايبر نحفظها كده ان هايبر اكتيفيتي اند امبلس دي اهم كل الامراض النفسيه انت ممكن تبقى زعلان من واحد ممكن تبقى عندك سادنس واحد الله يرحمه كان واحد ابوه مات مش معقول ان ما عندوش دم يعني هو كان معاه زي ده يضحك اكيد حاجه فيه حزن في فرق بين الحزن اللي هو السيفير سادنس في الفوبيا في الانكزايتي بعد كده وممكن تقلب السكه الثانيه السيفير سادنس يقلب لديبريشن واحد عنده استعداد جيني يخش في ديبريشن نفس الكلام ده المثلث اهو الاتنشن هايبر اكتيفيتي اند امبالسيف وكل واحد منهم لازم يكون بيرسيستنت اند بيرفيسيف بيرفيسيف يعني ايه؟ ينتشر ويتوغل يزيد الام كل مره تجيب لك الورقه ساعات كده المواد بيكتبوا ورقه فيها الكومبليت ساعات بتبقى وشه وظهر يعني من اول ما تعب من شهرين ثلاثه ورحت لمين حاجه ممله لكن دي كانت بالك تست الخسائر الواد ده امبارح مسك الموبايل بتاع باباه رمان الشتات ومسك الريموت رماه في البانيو وراح عند الجيران لقى الباب مفتوح راح مولع فتح الغاز بتاع وحاول يولع في الشقه تاني يوم لا تاني يوم لسه ايه اللي حصل بعد كده تاني يوم شد السلك بتاع التلفزيون وقعوا عليه وكسروا وهكذا يبقى بيرزيستنت اند ريزيستنت ودي الاهم بقى فرق مانيفستنج في الفيرست ديكيد 7 سنين بعض المصادر تقول 10 سنين المهم ان هو موجود من الاول حتى لو مات لك والله لكن هو في بطنه حاسس ان هو اتشال عمال يرفص تعرفين الفيتا الموفمنت موجوده ما شاء الله باذن الله السنه الجايه بيسموها فيتا كويكنينج موجوده لا ده الام تقول لك ده هم ان هو في بطني هايبر اكتف وينزل من اول برضه صريخه كتير عصبي جدا نومه قليل من اول يوم يبقى مانيفستنج في الفيرست ما يجيش بقى ناس تستعبط تروح للدكتور
نفسيه عصبيه يروح مديني شهادة معامل الاطفال والواد عامل طايح وعنده 17 سنه وفجر ثلاث عربيات متفجره بالريموت كنترول زي ما بيقولوا ودبح 15 واحد والصور هو بيدبحهم وتقول لا ده عنده قديش ده كسر ده غلبان ده مسكين ده عايز تعالج لا ده فولت ابرين يعني اي حاجه كده كانت في نورمال قول اوف نورمال وفجاه ظهرت اعراض اما بدا يدمن بدا يتلم على الشله بدا يبقى مجرم مش لا امراض يعني زي ما قلنا بالريسيف بالريسيستنت اند انسبيرس ديكيت اوف طبعا في نوعين اثنين بالدومينت اتنت في الغالب في الميلز بالدومينت هايبر اكتف في الغالب في الميلز والنص يكون من هو الكومباين طبعا زي ما قلنا العنصر الاهم دلوقتي اللي يكون الساينس بيرسيستنت فور مور ذان 6 مانس ويكون اثنين او اكثر من ثلاث حاجات فاكرين ال 10 اللي احنا قلناهم ادابتف سوشيال بيهيفير احنا قلناهم الهوم كير والسيلف كير والليجر تايم والهيجين والبيرسونال سيفتي اند سو اون اثنين من فوق من ال 10 دول بيستنفد بايظين اكثر برضه من ست شهور وهو هنا مرض سبيشال شويه ان في بعض الايه واتس كولد دومينز عشان اقول الاسم ده مش هو اسم كده اتنشن ديفيسيت او ايه اتنشن يعني هايبر اكتيفيتي ديسوردر يبقى لازم الاثنين دول موجودين وثالثهم مين قلنا الانفرسيفت هو بيعمل كده وفي طفل مثلا ما عندوش اتنشن ليه؟ لان لا ده المدرسه نيله ده المدرسه او المس اللي درس لهم صوته ضعيف جدا بتكتب خط صغير على السبوره الشبابيك المفتوحه ديت تحتيهم فيهم قهوه مشغله اغاني ايه مافيا 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 والولد عمال مركز معاها اكتر من مركز ومفيش دي اوديو فيجوال بريكوشنز فخلاص مش هيركز ده الاتنشن تحت السيطره نوت امبارس وهكذا الايه اتنشن دومين دونت كومبليت اساينمنت ديستربد بيهيفير ديستربد بيهيفير اوفن اختص اختص يعني ايه؟ يعني الولد الاسئله اللي بتسالها له هو عارفها انت بتساله ايام الاسبوع ايام الاسبوع يجاوب هو مثلا ايه؟ 1 2 3 4 5 فالاجابه دي صح؟ صح؟ بس هو صح هو بيجاوب على سؤال ثاني هات الجامع او حاجه جت في باله خليته يفكر هذا التفكير تقول له مثلا ايام الاسبوع يبقى قايل لك مثلا ايه؟ الشهور وهكذا اختص حاجه ثانيه اوفر كيوريوس وجامع ساتسفاكشن عنده فضول غير طبيعي الاطفال الطبيعيين الجمال الفلة شمعة منورة فيري بيور انسترومنت بيستكشف العالم بيبقى فرحان جدا انه يفهم كمان وفضوله يتوقف عند مرحلة معينة لكن ده فضولي ومش عايز يسمع الإجابة إيه دي يا عم؟ تقول ده كذا كذا طب بتاع إيه؟ تيجي تجاوب ليه مشغول بحاجة تانية؟ بيسألك عن حاجة تانية هو الأطفال ممكن على مستوى المحاضرة يبقى فاني إن أنت تسمع هذه التعليقات أو تشوف مثلا تصرفات كده خمس دقايق ليه كده جدعانة عايز تفك عن نفسك شوية طب تيجي تشوف بقى الأهالي عايشين في قطعة من العذاب هنشوف ما بيسمعش إيزي إكستراكتد تخيل الطفل ده سايب الدنيا كلها ورايح يشوف المراحل الانتشارات تشوف المراحل ايه؟ دينا حر لا حد عايز يجبلها يروح يشوف المراحل ديت يشوف بتشتغل ازاي وشد الفيشه ومش عارف ايه سهل قوي اي حاجه تدي في انتباه عشان تعلمه فضي له بقى الدنيا خالص علمه على هات له فصل على المحاره وعلمه على الارض ما تحاولش كان زمان دي كتير مفيش اي وسائل ترفيه ولا اي وسائل جذب كده طبعا ما يقدرش يستحمل اي دور او انتظار مش رغبه كومبليت منتال كيوس يعني ايه؟ فوضى عقليه كامله حتى الناس تتبادل المطلوب الواد الاهبل ده عارفين مطلعين عليه ايه؟ هذا الاسم الهايبر اكتيفيتي دومين يعني دومين قلنا يعني ايه؟ مجموعه كور سيمبل مجموعه اعراض لا تخطئها العين موجوده بس بريزيستنت بيرفيسيف في الفيرست فاكرين التوعيات التاني بريزيستنت بيرفيسيف في الفيرست ديكيد اوف لايف هنا هايبر اكتف بتدس ده الطفل الطبيعي هايبر اكتف بس مي بي مش هادف مي بي كريتيف تعالى الطفل كده تسع سنين ومامتها بتقول لها احنا النهارده عازمين ناس حيين واختك كبيره عايزين كده ايه شرفيها كده بتساعد بتنظف بتشيل الاطباق والشوربه ما توقعش حتى نقطه والمعالق تقصها وتيجي تشوف بقى اغلب الفئه الكبار هم اللي وقعوا على الارض والرز واقع والمكرونه واقعه والسجاير عادي السجاير دي طفله هايبر اكتف بس كرييتف تعالى يا ابني انت هايبر اكتف بقى عشان تستغل طاقتك هناك خد المكنسه ديت او خد المقاش اللي نظف الحوش اللي هناك ده خليه يبرد سيطره كامله وهايبر اكتيفيتي بط هنا هايبر اكتف استراتيجي ده كانت مصيبه لما قلنا له خد الحاجه اللي فيها فيجيتي عارفين فيجيتي دوت انمي اوف ذا تشيرز الولد
طاقه النوم يسيب المدرج كله عايز يقعد هنا. تعالى يا ابني تعالى يا بعد ما يقعد دقيقتين عايز يقوم الدكتوره ويقعد مكانه. وبعدين هو قاعد يتحرك بنسموه عدو الكورس ايه طبعا ليه اسم تاني بالبلدي بس ما ينفعش نقول ده. انت يا رب الام يقول لك ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ الواد مش لاقياه. هي مرعوبه ليه؟ مرعوبه ليه الام؟ حتى ايه مركز الشارع اللي بيبص في البلكونه يحسب الله معدي الشارع راح الامي نفسه. او مثلا عند الجيران ولا عند او عربيه في الشارع بتاعتك بيتحرك وساعات ايه تحت البتاع او سهر كده اوفر اكزايتد تيجي بتقول له تشرب في شطه كده تلاقيه من بالليل الساعه 3 يا دكتور ساعه ما جاي وانا عندي حصان مشقات في وعمال يعيط ليه يا دكتور كده؟ يا ابني ده انا شفت فيها انتوا عملتوا النهارده تشكروا فيه فجت عليا انا او العكس بس تقول له حاجه كده تقول لها دعابه كده حد مصين دموه كتير كده بيقول دعابه كده شويه يقول لك انا شحط عندك ده مش عارف هتعالجوا على الاقل تخصموا وفي حالات كتير جدا في ناس كتير جدا استفادت فيه
في حد اسمه ريد بلود ميديسن، يقول لك ايه الواد فاكرين توم كروز ده كان عنده اديشن في سكوزاي استفاد منه ايه؟ بقى عنده جرأه بعد كده في الافلام الاكشن بيعمل المشاهد دي بنفسه، طيارات الهليكوبتر والكلام ده كله. طبعا ممكن يكون مبالغه شويه بس ايا كان هو اللي بيقول يعني العهد على نظر الفكر ليس بكافي. فبيقول ان هو كان اديشن في سكوزاي. في عندنا مثلا امراض الناس كان عندهم اوتيزم استفادوا منه جدا زي جمال حمدان عنده درجه من درجات الاوتيزم بس هو مش عنده اديشن. المهم الايديولوجي الاساسيه دي كونها كده مش هنعرف نتيجه. كنت بتكلم الطفل بتاع الاديشن ديس ده لو ما عادش هيخش الدايلما ايه؟ بيتحول الى سمول كريمنال سمول جانج. هو اديشن ديفيسيت بس لا فيها بقى لا الموضوع مفيد فبدا يبقى له هيبه. ده المدرسين نفسهم بيخافوا منه وبعدين يقول المدرس اللي ايه واد كده بيسيبه على الباص يقول لك ايه انا رايح اعمل مشوار كده بالتاكسي اعمل لاب كده كام ليره خليه بنت على الباص ده واللي يعمل حاجه الرب يظبط له الدنيا ويخوف العيال يكبر بعد كده يتحول الى سمول كان او كريمنال. طبعا الديفيشن البوز بقى في امراض كتير مفيش من الكلام ده الهايبر سيرفيزم الديد بويزنج ده لازم يتحط اول واحد سيمبلي اوفر اكتف هيلثي تالنتد شارك بيتلخبط تلاقي الام بيقول لك ايه تجي لك بقى تشخصت بقى وبتاع ترد عليك ومسك طلع في الموبايل كمان وشخصت عليك يجي يقول ربنا يكرمك يا دكتور الواد ابني اللي ما كانش بيبين لنا ويسالنا العماره كلها كان سايبها في البيت نايم بقى ثلاث ايام بقى مقدم ومسافر وغلبان وطيب وامين برافو انت كاتب له مهدئات ودمرت مخه هو البيهيفير سيرفي هو الاساس مش اللي انت عملته ريسبريدون وريتالين والكلام ده كله دراي سايكل اند ريسن ادويه ادكتن كمان هو ده هيطلع مدمن هذه الادويه ودمرت فور ايفر مع انه اصلا كمان ما كانش اديشن ريسن كان اصلا سيمبلي اوفر اكت الواد عنده طاقه روح كده وديهم النادي قول لهم عايزين نشيل في الجمباز ليه بعد اسبوع لك الواد ابنك ده موهبه فاكرين مايكل فيلبس بتاع السباحه المدرس اللي لقطه كان في مدرسه هاي سكول فلقى الواد عنده حاجه شبه المارفان سندروم كده عنده سعالك يعني ايديه وصابه طويله كده ورجليه طويله ولقاه في السباحه هو بيلعب سله فهو طويل الولد وفي السله مبدع بس لما شافه هو بيعوم قال لك لا هو السباحه راح محولينه قالوا والده قال لهم ايه؟ لا لا معلش انا ابني بقى عشان يخش السباحه والكلام ده وعمل ارقام يعني دخلوه هارفرد على حسابه دخلوه جاب 8 ميداليات ذهبيه للولايات المتحده في اول اولمبياد في الصين فاكرين انتوا القصه دي وبعدين جاب 4 وبعدين جاب 3 واعتزل جاب كام ميداليه ذهبيه؟ ممكن يكون وصل 21 انا مش متابع قوي يعني بس في الاخر احنا كل دول عربيه خدت ميداليه ذهبيه واحده بس في التاريخ هذا هو الطفل التالنتد الجفر لو هل حد فينا بقى لو ده قاعد في الدكتور مصري يقدر شويه معدلات 100 الكومبليكيشنز هل هي كومبليكيشنز ولا كوموربيد؟
ده الاحسن كومر بيه وش وش مين اللي قادر الولد ده اللي عارف سكول فيلير طبعا بنعكش وبنرش بيسس وما بيكتبش بس ممكن سكول فيلير يزود المشكله الولد ده بقى اجريسيف بقى انتي سوشيال بقى كاره المدرسه مور سوشيال سكيل سليب بروبلم فاير موتور ديلي كل دي مشاكل بتبقى موجوده مع الحالات وقت بقى اوصل وقت
الواد ده اخبار السوشيال ايه؟ مطلوب منه سوشيال سمايل، مطلوب منه اي اي كونفرسيشن، مطلوب منه كوين بوين ويب باي بار شيك هاند، كل الكلام ده انسى مش موجود. الكوميونيكيشن فين بام بام بام، فين 24 كلمه عن سنتين، وفين 2000 كلمه عن 3 سنين، وانليمتد نمبر عند 4 سنين، كل الكلام ده مش موجود. ستيريوتايب بيهدر بيعمل حركات طول النهار عمال يكسر سنه ما بيخش لحد ما سنه طارت. خلص النهارده قلبتين معجون، او طول النهار بمب عز الساعه والشتاء بمب غيرت هدومه ولا مش نظيف، راح داخل تاني فتح الدش على نفسه فتح الميه، بيعمل الحركه دي 20 30 مره في اليوم. اللي هم المثلث انفيرمنت سوشيال انتر اكشن انفيرمنت لانجوج اند كوميونيكيشن اند بيهيفير. مور كومن في الميلز، مفيش تفسير مفيش سبب حد، بس هو جينيتك طبعا، وبيفسروا بالنيورو كيميكال سيريز ان في مشكله في النيورو كيمستري بتاع البرين، بتحاول البرين شبه الكمبيوتر اللي ما فيهوش ان في فيروس بيمنع تخزين المعلومات. تخيل انت بتكتب على الكمبيوتر او على الموبايل او بتبعت مسج او بتسجل حاجه او محاضره، كل ما تقفل الكمبيوتر دي تفتح لقيت مسج. هو ده البرين بتاع الاطفال بتاع الفيسبوك. طب ايه علاقه ده بالقصه؟ انت عندك خبرات السنين من اول ما انت في ابتدائي لحد دلوقتي، خبرات الحياتيه بتستخدمها زي اوراقك. واحد سافر 50 60 مؤتمر في السنه، واحد ما سافرش خالص. الطفل هنا ما عندوش خبره، حتى السوشيال سمايل مش موجوده ليه؟ هو مش عارف مين دي، مع ان الطفل الطبيعي فاكر ان دي مامته او خد باله دي واحده من التنميه دي. ما عندوش قدره على تخزين المعلومات، فابيض بالاختصار، يعني مش عايز اضيع وقتكم. المخ هنا ممسوح لكن سليم. والمخ بس كمان مشكلته ان كله عباره عن جزر منعزله، كل مكان شغال لوحده، ما يقدرش يعمل فيزيو سبيشال او يربط المعلومات ببعضها. نفسيات كتيره جدا للاسف مفيش حاجه منهم شوريا. لكن في الاخر انا برضه عشان ما اضيعش وقتكم، الحاجات دي كلها هنعيدها بطريقه احسن. هو عنده مفيش ايموشن، مفيش لاك اوف سوشيال اكسبروستي، بيتجاهل كل العالم اللي حواليه. الطفل ده تجيبه ويقعد في الباص ويطلع ما كلمش حد ولا حد كلمه. بعد كده ممكن الام تروح المدرسه تدور عليه، يقول لك هناك عند الشجره اللي هناك ديت تلاقيه نايم على سايد داون، واقف بقاله ساعتين وكل يوم على الوضع ده منعزل تماما. الطفل الطبيعي بقى يروح لهم كده، يلاقي مثلا اول يوم له في المدرسه الجديده اللي راحها، يلاقي مجموعه هناك بتتكلم وبتهزر وبتلعب مع بعضهم، يروح لهم شايفين الكوتش اللي بابا ده، ويخش معاهم في الحوار، تلاقي ايه العيال اللي اتسجموا معاه بقى هو البوس بتاعهم او الليدر بتاعهم. مفيش السوشيال اكسبرسي المبادره الاجتماعيه. بيعمل زي ما قلنا الستايل ستيم تايب بيهيفير دي، دي علامات، بعض العلامات هنشوفها في فيديو كده سريع في خمس دقائق. عشان اللوجيستيك سايز اكوردنج تو ايج. حتى لما قلت ان دي في محاضره في مؤتمر كبير في دكاتره اساتذه قاعدين ايه الولد بيمر عنده الاوتيزم، سالتهم الاوتيزم ده مرض اكواير؟ لا ده جينيتيك موجود سيس بس. بس دي علامات، مش العلامات اللي تطلع لك انا عندي اوتيزم. انت العلامات اللي بتشك فيها مفيش قله في الصبر. لكن لما قلنا الولد بيقول لك انت على راسي زعقول انا جاي لك انت ساكت، لا هو لو قرر يسلم بقاله ساعتين بيسلم، لا شيل بيسكته في يومات كده جاي لك الواد عنده مغص، انت وريه كده تيجي تشيل الطفل تشيل شويه كده همبر كده يسكت. لا ده ما عندوش قلق في المستوى، يا اما يطلع شوف بقى حتى هم طالعين الانتخابات دي في امريكا يقول لك اي طفل عنده نيت سبيتش اعتبر حاجتين، حاجه من الاثنين، يا اوتيزم يا سنسور نيورال ديفنس. الواد اللي ما بيتخضش من الصوت فين المورو ريفلكس؟ احنا قلنا في مورو، المورو ده بيتعامل بالصوت، رحت مسقف جنبه او معلي صوتك اتخض، لا ده ما بيتخضش مفيش قلق في المستوى. ده فين؟ ده في سن قد ايه؟ نيورال. مفيش في اي اي كونفرسيشن، فاكرينها؟ مش موجوده. انيوجوال فيجوال فيكسيشن، الطفل ده طول المنطق كله بتبص عليه تلاقيه مركز مع الشاف اللي هناك ده، او بلاط على حاجه زي دي بس، مركز معاها على طول طول النهار بالظبط، مش ما بيقلبش حتى عليه. حتى لو انت جيت المنطق تيجي تقابله بس حتى فاكرين الاوبرات السمايلز وهو الاسليب؟ الطفل يقوم يضرب ده بالعنايه اكنه حته عجينه، انا مش عارف هو نايم ولا ميت ولا كوماتوز ولا ايه، مفيش اي حتى ضحك ولا ضحك للسوشيال سمايلز اللي بتحصل اثناء دول مش موجود. والام بتقول لك معلومه غريبه جدا، الواد ده هادي قوي عن الكواد، فويسلس كام نيوبور، حتى يوم ما يطعم مطعمه وياخد التحليل بتاع الغده الدرقيه بتاع الكعب ده ولا حتى عيط. دي علامات واضحه زي الشمس،
طب واحد يقول لي طب انت بتشخص بدل طب هتعمل ايه؟ لا تعالى بقى احنا هنبتدي نعمل له ارابوز، نجيب له بقى شخاشيف من اول شهر واصوات دايما، نحاول نصحصحه ونحاول يبقى فيه حاجات حواليه سنسري ستيموليشن. عند شهرين يا ثلاثه مفيش فاكرين لما قلنا سوشيال رياكتيف سمايل ابسنت ولا بيعبر حاجه، الكوينت ابسنت مفيش الوندرنج لوكينج اراوند ده. عند اربع شهور مفيش انجوينج لوكينج اراوند ولا لافينج، ما بتجيبش اي تعبان، وساعات يبقى ستيلينج تو نصينج يعني بيغرق، وبعدين تتغرق اه ده كان بيغرق عشان يبص على بتاعي، لا ده ما بيبصش على حاجه خالص، ما يقدرش يستوعب الفيروس عن الاغراب عن ولا اي اصوات ولا رد فعل، ويبتدي يفك راسه يخبط راسه هنشوف الفيديو حالات مش هنضيع وقت خمس دقايق. طبعا عند تسع شهور بقى لا بابا ولا ماما ولا بيت باي باي ولا الكلام. هو المرض ده بيستوي عند سنتين، يعني ايه بيستوي؟ الكات اوف بوينت. لو طفل اوتيزم اتشخص بعد سنتين في اهمال جسيم من الام والاب والدكاتره اللي بيعدوا من هذا الطفل. كانوا في بايت وورز ما بيستخدمش البروبيرز، ما بيستجيبش للاوامر، عنده اي تغيير موضوع مع التعود اتاكلنا او تسقيه في طبق بلاستيك كده معفن كده ازرق ومكسور ومقطوم، بس لو غيرته ما يرضاش يصرخ. عنده حاجات لو بتاكله دايما مثلا في الركن ده او في البلكونه، لو دخلت تاكله في الاوضه الثانيه يقعد يصرخ يقعد يحط في سنتين الى ست شهور طبعا السنين سوري تو ليت وذ باد فيت وباد بيتر زي نيفر، شخص متاخر بعد بس احسن من ما فيش وخلاص. هتلاقي بقى ريجيد بياكل، هو بيكون كده ده بيحب ياكل اكله معينه مفيش غيرها، بياكل مثلا فشار فقط اكله ليل ونهار 24 ساعه في الشهر مثلا. عنده بيحب قوي ملمس الولد ده، لو ممكن لو لبسته الملابس الداخليه فيها الحز ده بيصدق تروح قلبان عشان ايه الحكه بتاعت الملابس الداخليه، بيحب مثلا ينام متغطي باللحاف حتى لو الدنيا حر، عايز الملمس ده. حاجات حتى الان ما لهاش تفسير، لكن السلوكيات كلها غير مفهومه. هنشوف بس الفيديو حالا اهو. طبعا السبيتش ساوند بيقل هاي بيتش سترايك، برضه لو شفنا ام عندها طفل قد ايه بتعاني، الطفل ده بيسرق بالساعات بفيري هاي بيتش سترايك، وساعات بتبقى الصوت منغم شويه ميلودي لايك، يعني يقول لك انا عايز بقاله ساعتين بيقول لك يبقى جابين لك سنتين عمال اتحول معاه، هو ميلودي لايك طبعا ممكن يكون يرجع يقولها بطريقه يعني، لكن هو لا، ده هو الميلودي لايك ده سرخه بطريقه معينه ويقول كلمه معينه، الام تقول لك مش عارف اقول الكلمه اشمعنى الكلمات، هو بيقولها بصريخ بالساعات مفيش اي قدره في الدنيا، ويقعد بقى يتفضى شويه هتشوف يعني يتجاهل كل العالم اللي حواليه. والاطفال دول عندهم كمان اكسترا اوردينار وسوبر نورمال ابيليتيز، تيجي تقول له مثلا ايه 5000 ل 10 زائد 20000 على 5 اس 2 كام؟ روح مديك رقم امسك الكالكوليتر ده مظبوط. الولد ده عنده كل البرين سنتر سليمه بس نوت كونكتد مش مرتبطه ببعضها، عندهم بعض المقدرات ودي ممكن تخدمنا بعد كده في التعليم، يقول لك يا دكتور تصور انت فعلا ربنا يكرمك يعني. جبت له سي دي عليه لغه المانيه، هو بيحب قوي الكمبيوتر بيقعد عليه وسبحان الله يفهم الكمبيوتر ازاي، عجبه جدا. وجبت له سي دي عليه اللغه الالمانيه، لقيته بعد اسبوعين كان جود مورنينج وشاين شاين 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 بيتكلم الماني اكيد ممكن في المانيا. بنستخدم الحاجات دي في التعليم، ودي على فكره عملوا عليها افلام يعني، كان في فيلم بتاع نيكولاس كيج حطيت له تيست جاب الشفره بتاعت السي اي اي وعرف مش عارف ايه القصه، القصه كل اللي في الفيلم ماتوا ما عدا الولد والبطل حتى المؤلف دي الانفستيجيشن بتعملهم اي جي تفهم الاي جي هنا يبقى بيظهر اي جي هو متوقعين ايه؟ كل الاحداث في السنترز كل واحد شكل ما تعرفش تعلق عليه ايه الاي جي ده؟ ده بايظ ده ولا الجهاز اللي بايظ ده؟ هو ده الاي جي بتاعك ايه؟ باختصار كده الهيلينج اكتيفيتي، لان اخطر حاسه بتاثر على السوشيالتي السمع. طبعا البصر بيأثر لكن السمع اخطر. السايلنت وورد ده كارثه. ياما ناس بلايند وعباقرة طه حسين وهيلينج ده في اختبارات مشهوره قوي الكارز ده شغل جروب في دلوقتي بي سي. طبعا دي ام ار اي عاملين عندنا شغل رسائل كتير قوي يبان في ام ار اي بتاعهم بعض التغيرات في الاميجدلا والهيبوثالامس.
هنشوف بقى الفيديو. طبعا فاكرين الاخ ده مين ده؟ ده شرفان. الفيلم الشهير اسمه ميدان السلام عن حاله اسمها بيرجر سندروم. بيرجر سندروم ده احد اطياف بنسميه ايه؟ اوتيزم سبيكترم ديس اوردر. تخيلوا السبيكترم ديس اوردر بتاع الاوتيزم الطفل ده من ضمنه الجيفتد تشايلد. الطفل اللي هو الموهوب المنعزل المنطلق. عشان كده كانر واسبرجر سموه ايه؟ موربيد سيلف ادمريشن. تيجي الناس تقول لك يا عم ده واد هو شاطر في المدرسه اه وعبقري بس منطوي كده ومنعزل بينه مغرور ولا مغرور ولا الاسبرجر سندروم احد الاطياف بتاعت الداون سندروم بتاعت سوري الاوتيزم بس لهم كاركترز معينه بيبقى دايما سنسيتيف دايما ايموشنال وفي حاله تانيه اسمها كوريت سندروم كل الكلام ده. في الاخر التريتمنت ما هو مفيش كومبليت كيور بس ممكن يتحسن في برنامج فيدرال فاندز في تريتمنت اديوكيشن اوتيستيك تشيلدرن بعض الادويه بتساعد لكن اهم حاجه التشخيص المبكر التاخر في التشخيس هيفرق جدا على الطفل علاجهم كله بيبقى سنسوري اند فيجوال ستيموليشن بتعملوا لهم جلسات والاستجابه فيهم تتخيلوا انها احسن من بتاعت الاتنشن ديفيست بس ايه بقى؟ بروح اعمل السيشن ساعتين ثلاثه جايبين له بقى لعب وحاجات بتنزل من السقف واوض فيها الوان بتغير بالليد تديك لون بنفسجي وبعدين لون ازرق ولون احمر والطفل قاعد طول النهار ويجيبوا له شاشات عليها صور مثلا بابا عمالين يعيد يزيد الصور بابا او فيديو لاخواته بيبقى لها عايزه تكلفه شويه بس عايز صبر اكتر. هتبقى خلصنا بس تشوف الفيديو بعد اذنكم خمس دقائق لو عايز يمشي. البيت ده بيجمع ده افيد من اللي انا بقوله على فكره اللي عايز يمشي هيكسر فيه. هنشوف البيت loves to throw away their blood bubbles in their milk. The key here is, again, how long does this behavior last?
Also, you may notice that your child is doing this behavior alone, withdrawn from others, instead of trying to put on a show. Generally, the behavior will last longer than 5 or 10 minutes and can last hours depending on the severity of autism. Look for extreme obsession and repetition with objects. And number 6, we have very aggressive behavior. All kids fight at some point. But is your child doing this immediately after being punished, as if they are enjoying it? It may seem odd, but this can be another form of stimulation, as they get a strong response from others when they are aggressive. You will notice the child being much more aggressive than a typical child, for no obvious or good reason, like wanting something another child has, such as a toy. Ask her, can you use your words? What do you think about the car wash? And number 7, we have a lack of responsive voice.